من جديد رجعنا لكم مشاهدينا، وعايزين نقول انه فقرتنا دي ممكن نرفع فيها شعار قاله الكينج محمد منير انه لسه الاماني ممكنه. اخيرا ابناء ماسبيرو بيحصلوا على المراكز المهمه، اخيرا هيكون ليهم الفرصه ان هم يعني يتصدروا المشهد الاعلامي ويكون ليهم الحق في ان هم يتولوا القياده في المرحله اللي جايه. مدينه الانتاج الاعلامي كان ليها الحظ الاوفر اليومين دول، وطبعا القيادة كانت من أبناء ماسبيرو. خبر يمكن فرح كتير جدا، وزي ما قلت في البداية قال لناس كتيرة جدا أنه إحنا ماشيين في الطريق الصحيح، وفعلا لسه الأماني ممكنة. أبناء ماسبيرو حسوا في بالفخر جدا 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 أن واحد من أبنائهم أخيرا، ومش بس كده، مش واحد من أبنائهم ولكن هو واحد من القيادات الشابة في سابقة لم تحدث من فترة طويلة جدا أنه يرأس مدينة الإنتاج الإعلامي. أستاذ علي، كان دايما معروف مدينة الإنتاج الإعلامي هي المكان الآمن للمعشق أو لأصحاب الخبرات لربما أنا لهم أن يتحولوا إلى مستشارين فقط. لأول مرة ربما بنجد قيادة شابة بأفكار شابة بتذهب إلى هذا المكان. ده بيمثل إيه بالنسبة لك لحظة الاختيار وتفكيرك في الانطلاق؟ هتبدأ منين؟ خليني أقول لك إنه مصر في مرحلة من مراحل الصحوة، مصر في مرحلة من مراحل الانطلاق، مصر في مرحلة من مراحل تصدير الكوادر، مش هقول لك الكفاءات، انه ده يتماشى مع الفلسفة العامة لمرحلة النهضة اللي بتعيشها مصر في كافة المجالات. ده رقم واحد. رقم اتنين، لا نغفل في اي عهد ولا في اي عصر قيمة الخبرات، ولكن ما يسمى بالخبرة النادرة، الخبرة اللي لا يستقيم العمل بدونها. خلينا نقول في بداية اللقاء ان انا بوجه من هنا شكري طبعا لمجلس الادارة القائم برئاسة الاستاذ الاعلامي حسن حامد، ده استاذنا، ويمكن قدر لينا نستلم منه المهمة مرتين في قطاع القنوات المتخصصة بعدما ارسى هو الدعائم، وفي مدينة الانتاج الاعلامي لنكمل الرؤية. فانا بشكره كاستاذ دينا، وبشكر اعضاء مجلس الادارة السابقين او اللي لسه بيمارسوا لغاية تنفيذ قرارنا من 1 اغسطس، وبتمنى من زمايلنا اولا في مدينه الانتاج العالمي ان يقدروا المهمه هي عوده القوه الناعمه لمصر كما كانت واكبر. عوده القوه الناعمه لمصر كما كانت واكبر واكثر، بمعنى ان الدول عباره عن مؤسسات اللي هي جيوش والمؤسسات الاداريه والقانونيه وما يسمى بالقوه الناعمه. لو انت تفتكر مصر في الستينات كان الفن والاعلام والثقافه والازهر والكنيسه والري والتربيه والتعليم تقدم لمصر دورا رياديا على المستوى العربي والافريقي يعادل ما تقدمه الجيوش على الارض. فنحن نحتاج الى عوده القوه الناعمه المصريه، اعمال تعبر عن الهويه، تعبر عن التنميه، تعبر عن الصحوه، تعبر عن الدور المصري، وده لن يترجم الا من خلال اعمال سواء سينمائيه او دراميه او برامجيه من خلال اكبر صرح اعلامي في الشرق الاوسط، امكانيات وكوادر واستثمارات، وهو مدينه الانتاج الاعلامي. مدينه الانتاج الاعلامي استاذ علي عبد الرحمن، ناس كتيره جدا كانت مستنيه انه قياده شابه تمسك هذا المكان، وانت لسه بتحط الخطوه الاولى ولسه طبعا تفعيل القرار هيكون في 1 اغسطس اللي جاي. تقدر تقول ايه الحاجات اللي محتاجه شغل جامد قوي؟ يعني بلغه تانية ممكن نقول ايه مواطن الامراض اللي موجوده في مدينه. خليني اقول لك اهم من مواطن الامراض انه اي كيان اعلامي كبير ليه ما يسمى بالفلسفه او الايدنتيتي او البراند. تمام. مدينه الانتاج العالمي لما اقيمت سنه 98 كانت قائمه على ان تستحوذ على المعدات، على الاستوديوهات، على الانتاج، ولكن في 2014 نحن نغير المفهوم، هنعتمد في المرحله القادمه على ما يسمى بالشراكه من اجل التنميه. سنشترك مع القطاع الخاص في مجال الانتاج الفني السينمائي البرامجي. الانتاج الخاص يمثل الشركات، القنوات، مدن الانتاج العربيه سنتعاون معها تحت عنوان كبير جدا وهو الشراكة من أجل التنمية في مجال الإنتاج الإعلامي بفرعيه السينمائي والدرامي ومن ثم البرامجي، ومجالات أخرى كثيرة ستضاف إن شاء الله لأنشطة مدينة الإنتاج الإعلامي بهدف زيادة الموارد بإذن. بس أكيد عينك شايفة من بعيد كده إن في مواطن ضعف وفي حاجات محتاجة منك شغل. خلينا أقول إنه نشاط مدينة الإنتاج متشعب، يعني عدة أنشطة كثيرة ما بين الإنتاج والتسويق والترفيه والعمل الفندقي ومناقل التصوير المفتوحة والنشاط التعليمي والنشاطات الأخرى التي ستضاف. احنا هنشتغل على مسارات متوازيه. طبعا في الاساس لابد ان نجتمع مع شركاء المهنه، شركات الانتاج ومدن الانتاج والقنوات، يبقى لينا شعار نشتغل مع بعض، محدش بيشتغل لوحده. ده رقم واحد فيما يتعلق بالانتاج الدرامي.
فيما يتعلق بالانتاج السينمائي سينما الشباب لازم يبقى لها دور، بمعنى ان هناك ما يسمى بالافلام ذات الميزانيات الصغيره اللي هي 5-7 مليون جنيه، خصوصا ان مدينه الانتاج تمتلك، هي الوحيده التي تمتلك دور عرض، يعني هي جهه انتاج تمتلك دور عرض. مشكله الانتاج السينمائي ان لا يتم توفير دور عرض لي. فباذن الله لو قدرنا ننتج بعض الافلام الخاصه بقضايا الشباب او بالاعمال الملحميه ما بين الثورتين او ما يعبر عن مسيره التنميه او طموح مصر في الفتره اللي جايه باستخدام كوادر شابه، كوادر شابه تعني من النص للاخراج للتمثيل، صحيح. باذن الله يبقى احنا شغلنا مجالين، مجال الانتاج ومجال العرض، ده رقم واحد. رقم اتنين الشراكه مع القنوات الخاصه في اولا تحديث الاجهزه، ده اللي عندنا مضمار كبير للاستوديوهات تحديثه، لانه احنا بننافس شركات اخرى لافراد وهيئات، وعشان تصمد في المنافسه في السوق لازم يبقى عندك المنتج شبه المنتج التاني، بمعنى ان لازم الاستوديو بتاعك يبقى المساحات مختلفه، تبقى التجهيزات مختلفه، تبقى وسائل التحديث مختلفه، تبقى قضيه مهمه جدا قضيه التسعير. واحنا لسه بننافس قضيه التسعير، لازم ننافس احنا في الوقت احنا شركة لازم ننافس. احنا شركه لازم ننافس. طيب انا هروح لك لسؤال اسمح لي فيه. حضرتك قلت ان احنا عايزين نعيد القوه الناعمه لمصر زي ما كانت واكتر ان شاء الله يا فندم. وبعدين حضرتك قلت انه احنا شركه ولازم ننافس، تاكيد، لانه في اموال مساهمين. طيب سؤالي، الم تلاحظ ان هناك ربما تناقض ما بين فكره القوى الناعمه وبنائها واعادتها لمصر خالص وبين شركه باساليب السوق والتنافس؟ خليني اقول لك على حاجات ترضي الجمهور ولا حاجات ترضي مبادئ وطنيه؟ خليني اقول لك ان الشركه جزء كبير من اموالها سواء في مساهمين وفي بنوك وفي اتحاد الاذاعه والتلفزيون، جزء كبير من راس المال مال شبه عام اولا، ماشي. رقم اثنين ان عوده القوى الناعمه لا يعني انها اعمال ترضي اذواق الجمهور فقط، يعني ليست اعمال دون المستوى او اعمال تجاريه. انك تنتج دراما تعبر عن الهويه، دراما تعبر عن طموح بلد، ده اعتقد انه ممكن يلاقي صدى لدى الجماهير. هننطلق من هنا يا استاذ علي، هننطلق الدراما اللي ترضي الجماهير ولا الدراما اللي على حضرتك عايزها علشان خاطر نبني قوى ناعمه؟ الدراما الموجوده دلوقتي كارثه. اسمح لي اقوم بدور المذيع واسالك انا سؤال، هل المشاهد بيقبل دلوقتي على الدراما التجاريه ولا الدراما ذات المغزى؟ يعني عشان ما اضربش امثله، نستطيع ان نقدم دراما فيها ما يسمى بالقبول الجماهيري. القبول الجماهيري مش من المحتوى بس، القبول الجماهيري ممكن يبقى في الايقاع، في الاضاءه، في المنظومه بالكامل، في الاضاءه، في اللوكيشن، في الريتم، في المسلسل، في الكونتنت، في حاجات كتير جدا. او خلق الايقاع مش لازم يكون من مشهد سوفت في العمل الدرامي، بالعكس مفردات النجاح في العمل الدرامي كثيره، نستطيع ان نلعب بهذه المفردات حتى نقدم دراما تلاقي قبول جماهيري، ده رقم واحد، وتساعد في عوده القوه الناعمه لمصر كما كانت في الستينات وباذن الله اكثر، لانه الاجهزه والادوات، ادوات التاثير تم تحديثها من الستينات لزماننا. لازم يكون هناك فارق في احداث الطفره في القوى الناعمه بالفارق اللي حصل في التقدم التقني في مجال العمل السينمائي. انت بتراهن على الادوات والاجهزه ولا القيادات الافكار؟ وعلى الكوادر يا فندم، وعلى الكوادر، محدش بيشتغل لوحده. صحيح. طيب في وقت من الاوقات ويمكن كتير مننا حضر المرحله دي، كانت مدينه الانتاج الاعلامي المصريه كانت هي دائما الرائده، لكن دلوقتي حصل طفرة كبيرة جدا في يعني في ناس كتيرة جدا بقت تنافس وبقت هم اللي في الصدارة زي أبو ظبي والكويت والسعودية. احنا فين وازاي هنقدر نتجاوز كل ده؟ خليني اقول لك بانوراما المدن الانتاج في العالم العربي سواء دبي او أبو ظبي او المدينة اللي في الاردن او في تونس او منطقة التصوير المفتوحة اللي في المغرب، هذه مدن انتاج في حجمها ممكن يبقى حجم استثماراتها اكبر، بس امكانيات مدينه الانتاج الاعلامي المصريه على مستوى الاستثمارات ده واحد، والشركاء ده اثنين، والكوادر ثلاثه، وما يمكن ان تقدمه هي ما زالت رائده، بمعنى انه ممكن يكون انتاج حجم التدوير الاستثمار في هذه المدن اكبر من عندنا، وده اللي بننشده في الفتره الجايه بالشراكه وبالانتاج، نستطيع ان نسترد مكانه مدينه الانتاج الاعلامي بتنويع النشاط والتركيز على تدوير الموارد بشكل جيد باذن الله. طب مش علي حضرتك بصفتك مخرج ربما اول مره بعتز بشغل مخرج طبعا هو تصل الى هذا المنصب، فبالتالي لك رؤيه مختلفه ولك نظره مختلفه اكيد غير القيادات السابقه، وده ربما يؤدي الى تحقيق النتيجه او اللي حضرتك بتهدف اليها. لكن المدينه بوضعها الحالي، استوديوهاتها اللي تم تاجيرها للقنوات الفضائيه بوضعها ربما اللي لا يتناسب مع الطفره اللي انت عايز تحققها، هو لا يتناسب مع ما ضخ فيها من استثمارات، حجم الاستثمار اللي ضخ في المدينه لا يتناسب مع حجم الانتاج اللي خارج من المدينه.
طب ما هو حتى تصبح هذه الاستوديوهات ملائمة لحجم الاستثمار التي تم ضخه فيها من ناحية، ومن ناحية وتلبية احتياجات المؤجر أو المستأجر، أعتقد أنه محتاجة ضخ أموال أخرى أو إعادة هيكلة ما تم بناؤه من استوديوهات وما تم إيجاره أو إعادة صيغة الإيجارات مرة أخرى. يعني خليني أقول لك أنه إحنا شركة ده رقم واحد، نشتغل أو لازم نشتغل بآليات السوق. رقم اثنين أن القنوات الخاصة هي عميل كبير موجود، أحد العملاء الكبار اللي بيشغل استوديوهات ومعدات المدينة. أربعة أن لغة السوق بتقول العميل بيبقى ليه طلبات ومجموعة من الخدمات لابد أن توفرها، وعليه أن يلتزم بسداد مقابل الخدمة، مش كده ولا إيه؟ صحيح. سنجلس مع القنوات الخاصة في الأيام القريبة القادمة ونبحث عن ما ينقصهم، ده رقم واحد، وما نحتاجه رقم اثنين، ولابد أن يحصل إعادة تحصيل لبعض الموارد عشان تعاد ضخها في إنتاجات جديدة لمدينة الإنتاج الإعلامي، ده رقم واحد. هنقعد مع شركات الإنتاج الكبرى ونفكر ازاي نبقى شركة، نبقى شركة في افلام ولا في مسلسلات ولا في مشروعات خدمية استثمارية داخل المدينة ولا في انتاج برامجي ولا في نشاطات اخرى جديدة. يعني المدينة لم تدخل حيز مجال الخدمات الاعلامية رغم ان عندها وكالة، استطيع من خلال وكالة المدينة للخدمات الاعلانية ان نبحث على محورين، محور الاعلان القبلي والتسويق الاعلانات في مرحلة التصوير والكتابة، ثم الاعلان البعدي في مرحلة البث، ده رقم واحد. استطيع من خلال المدينة أن نعمل مركز خدمة عالمي لصناعة الأخبار بالتعاون مع نايل سات وبالتعاون مع وكالات متخصصة في الأخبار، ونطمح أن يبقى عندنا وكالة إخبارية مصورة، لأنه معظم القنوات العاملة في مجال الإعلام بيبقى عنده مداخلات من مصر، بيأجر في تردد من نايل سات وعايز استوديو ومعدات. استطيع بالتكامل مع نايل سات أن احنا نقدم مركز خدمة إخباري عالمي يخدم صناعة الأخبار في مصر. المدينة تحتاج لمركز خدمة داخلي، بمعنى ان كل العاملين في المدينه ما بيحتاجوا اي طلبات خاصه بالاكل، السجاهات، الفلاشات، واتيفر، بيطلع يجيبها من بره. نستطيع ان احنا نقيم مجمع للخدمات يخدم على العاملين داخل المدينه. المدينه فيها نشاط تعليمي كبير جدا، نستطيع ان نسوقه في المنطقه العربيه، لان المدينه هي الكيان التعليمي الوحيد في العالم التي تعلم الاعلام، ولديها ادوات التدريب التطبيقي، لديها استوديوهاتها، لديها كاميراتها. لابد ان تحصل طفره في تعليم الاعلام وتخصصاته في الفترة اللي جاية بالتعاون مع الزملاء الموجودين في المدينة. أعتقد إن شاء الله هننقل الأقدام خطوة إلى الأمام بإذن الله. ده لا يعني إن إحنا أشطر من من سبقونا، ولا يعني إنه من سبقونا ما اشتغلوش، لا، كل يؤدي رؤيته حسب الظروف والإمكانيات المتاحة. كل واحد فينا ليه رؤية يحاسب عليها، يحاسب عليها إداريا ومجتمعيا، وإحنا هنحاول نجتهد بإذن الله نصل إلى إكمال المسيرة بشكل أفضل. يعني الناس مفكرة ان المدينة الانتاج الاعلامي هي مدينة بس بتؤجر استوديوهاتها فقط. خالص، خلينا نقول الانطباع موجود خالص. لانه المدينة ده يوديني لسؤال تاني مهم جدا. خليني اشرح لك بس المدينة كيان استثماري. يعني ايه كيان استثماري؟ يعني هناك اتحاد الاذاعه والتلفزيون وثلاث بنوك كبرى ومجموعه من المواطنين المساهمين تمتلك نشاط تجاري يقدم مجموعه من الخدمات، يقدم خدمه تعليميه من خلال الاكاديميه، خدمه ترفيهيه من خلال الماجيك لاند، خدمه اماكن التصوير المفتوحه، خدمه تاجير الاستوديوهات والمعدات، خدمه الفندقيه من خلال الفندق، وخدمات اخرى كثيره، خدمات التليفونات والصيانه. يعني خدمه التاجير دي حضرتك قلتها الرابعه، حاجات كثيره جدا. النشاطات داخل المدينه متعدده، تمام، لابد ان كل نشاط يدر دخل. طب انا لاحظت في كلام حضرتك ان انت قلت اكتر من كلمه عدتها كذا مره، وده بيبشر بالامل. قلت الاستوديوهات كثيره جدا، قلت المعدات كثير جدا، بس عايزه تحديث فهم. طبعاً. نتكلم بقى تحديداً على الاستوديوهات. ليه ماسبيرو وقنوات ماسبيرو ملهاش حظ قوي في ان هي تستفيد من الاستوديوهات بتاعت المدينة؟ وهنتكلم على كمان المعدات، هل احنا محتاجين معدات مختلفة؟ هل هيبقى فيه تطوير؟ وحضرتك قلت الكلام ده، بس احنا عايزين نشوف بقى التطوير ده هل هيستفيد منه قنوات ماسبيرو؟ خلينا نفصل ما بين ماسبيرو ومدينة الانتاج. تمام. ماسبيرو هو احد كبار الملاك في مدينة الانتاج، والاستوديوهات في مدينة الانتاج تؤجر لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمقابل، يعني مقابل سنوي يدفع نظير استئجار الاستوديوهات. يمكن ماسبيرو دلوقتي نظرا للظروف اللي مرينا بها كلنا، ونظرا لعدم تدفق السيولة وان كل الاموال تصرف في الاجور، يمكن هو عايز برضو يكتفي ذاتيا، ما يأجرش، يعيد تدوير امواله داخل المبنى، لانه عنده استوديوهات كثيره جدا داخل المبنى وخارجه بعيدا عن مدينه الانتاج. طب سؤال، انما لو احتاج استوديوهات في المدينه يدفع لها مقابل، يا ريت. هيدفع، بس هيكون مثلا زي ما مثلا بنشوف بره، لو اتكلمنا بقى بلغه السوق، لو يعني حد من بره مصر بيدفع اكتر من ابناء مصر، تعريفه التاجير هيكون فيها اختلاف مصر بالنسبه لابناء مصر. تايتل لا يقاوم على فكره، تايتل لا يقاوم ولا يقارن.
خلينا نشجع طبعا الشركات المصريه. احنا عايزين نطمن ابناء ماسبيرو بس، يعني ابناء ماسبيرو لما هيحبوا ان هم ياجروا في مدينه الانتاج الاعلامي هيكون ليهم تعريفه خاصه بيهم؟ التعريفه الخاصه بالقنوات الخاصه هتختلف؟ طيب. ده لازم نطمن بقى لان الناس متعشمين. اقول لك بصراحه الناس مستنيين كتير. قضايا التسعير دي قضايا مجلس اداره، يعني مجموعه من المساهمين يمثلهم اعضاء في مجلس الاداره يتفقوا على اسعار لا تضر بمصلحه المالكين، يعني ده مش قرار شخصي. أوكي. فهماني ولا لا؟ يعني في ناس ضخت فلوس مستنيه ارباحها، فلما بيجي يعملوا تسعير انا معاكي ان التسعير الحالي للاستوديوهات والمعدات معدله اعلى من السوق، وده بيحد من المنافسه ويحد من عوامل الكذب. فاوعدك على الهواء ان احنا في مجلس الاداره ان شاء الله سنناقش قضيه التسعير بما يوازي السوق المصري، علشان بدل ما احنا بنأجر كاميرا كل شهر اجر 20، بدل ما احنا بنطلع كابل ولا مايك ولا سوكت ولا ترابيزه ولا اكسسوار ولا ديكور نأجر اكتر، بمعنى ان النزول بالاسعار طبقا للسوق هو اصل المنافسه، وبعد كده نجود في الخدمه. صحيح. يعني ده بدايه، يعني اشتم رائحه ان هناك اعاده هيكله للتسعير ونظام التسعير، نسعى لذلك بما يؤدي اتسع ان شاء الله لذلك، بما يحقق منافسه المنافسه الحقيقيه وزياده عدد العملاء. يعني الاسعار هترتفع؟ انهي اسعار؟ اسعار التاجير خالص. بالعكس بالعكس بالعكس، احنا عندنا دراسه بتتم دلوقتي لاسعار السوق في مجال المعدات، المعدات الشامله يعني كاميرات المايكات الكرين الاستوديو الاجهزه واتيفر، يعني نشوف احنا اغلى ولا السوق. غالبا احنا اغلى. اغلى. هنشوف ليه التسعير اغلى ونقول لهم انه السوق اقل، وبناء عليه الناس بتقبل على ايجار في الخارج وايجاراتنا قليله، فعشان ناخد حصه. ده هيبقى بالتنسيق مع الفضائيات، يعني هيحصل كلام مع مجلس الاداره، مع مجلس الاداره والمسطره بتاعتك السوق. طبعا المسطره بتاعتك عشان تنافس وعشان تكسب عميل وعشان تكسب فلوس لازم يبقى اسعارك مقبوله. صحيح. طب انت حضرتك في معرض حديثك تحدثت عن نقطه في غايه الاهميه ومش عايز افوتها، نقطه ان انت عايز تعمل وكاله اخباريه مصوره الانتاج الاخبار المصوره، ان مصر بنسميها بيقولوا هب او مكان محوري لانتاج الاحداث من النقاط الساخنه في العالم. طبعا. فبالتالي انت عايز تعمل وكاله مصوره، وده فكر رائع. ده مش ممكن يبقى بدايه نواه لمحطه اخباريه؟ خلينا نقول دي هتعملها. ده فكره مدى تحقيقها يتوائم مع اولا قانون انشاء المدينه، هل النشاط ده موجود ولا لا؟ انا معلوماتي ان النشاط الخاص بالاعلام والفن والانتاج موجود، النشاط ده رقم واحد. رقم اثنين، كل القنوات العربية والمحلية والعالمية عندما يتم لها مداخلة أيا كانت المداخلة، مع مصدر مع صحفي مع رياضة مع حدث واتيفر، هي بتحتاج تردد من النيلسات، بتحتاج مكان تسجل فيه عشان تنقل من النيلسات تودي المكان بتاعها. نستطيع أن نتكامل مع النيلسات في مركز الخدمة، إن احنا نوفر أولا الاستوديو اللي هو عايزين بانرات خاصة بديكورات قنواتهم أو بالأيدي بتاعتهم، نستطيع أن نوفر لهم الخدمات اللوجستية، كاميرات النقل، توفير الضيوف، كله هذه النواة تستطيع أن تخلق ما يسمى بمركز خدمة إخباري مستقبلا، يمكن أن يطور. أيوة. لقناة مستقبلا مستقبلا لما تنجح الفكرة ويبقى عندنا عملاء ويبقى لنا قدم في مجال تسويق الأخبار، نستطيع أن ننشئ قناة باسم المدينة إذا وافق عليها بإذن الله مجلس الأعضاء، وكانت فكرة استثمارية تدر عائد على المساهم. ربما دي يا استاذ علي اللي تخليك تحقق الهدف الاولاني اللي انا مش هسيبه ابدا، وهو القوى الناعمه. خلي بالك القوى الناعمه لمصر، لو انت ليك جولات عربيه وتعاملت مع اخو عرب كثيرا، كنت لما بتتكلم مصري ما كنتش بتلاقي صعوبه، لكن في السنه واثنين وثلاثه والاربعه والخمسه اللي عدوا، انت احيانا في بعض الدول في شمال افريقيا وفي الخليج محتاج مترجم. دي مشكله. يعني مشكله انت بتتكلم كان زمان سوري او لبناني مصري يفهموك، انما انت دلوقتي لو انت مثلا في دوله من شمال افريقيا او دوله شقيقه من الخليج هتلاقي صعوبه في الفهم. ده نظرا لانحسار دور القوى الناعمه الدراما المصريه، لان في درامات اخرى منافسه، دراما تركيه والدراما كان. ده رقم واحد. اثنين، الافلام السينمائيه قل انتاجها، ده رقم واحد. جزء منها اصبح بشكل تجاري، جزء منها طبعا في معوقات في الانتاج في الثلاث اربع سنين اللي عدوا. اعتقد لو عادت الدراما المصريه والسينما المصريه والبرامج المصريه والتدريب المصري والتعليم المصري، تستطيع القوى الناعمه ان تعود من جديد من جديد، وده هدف باذن الله. انا عندي سؤال شقين ما لهمش دعوه ببعض. التعقيدات الاداريه بالنسبه للتاجير والكلام ده هتكون ابسط في الفتره اللي جايه، وبما ان نشأة تتكلم على قناه اخباريه خاصه بمدينه الانتاج الاعلامي، قناه فضائيه بقى خاصه بمدينه الاعلامي، ممكن ان احنا نحلم انه يبقى في قناه باسم مدينه الانتاج الاعلامي ليها كيانها المستقل. شركه تهدف لتقديم مجموعه من الخدمات الاعلاميه بشرط ان تحقق عائد لاصحاب رؤوس الاموال. تمام. اي فكره تتفق مع قانون انشاء المدينه
والسوق يقبلها وتقدم عائد وتقدم خدمة وترفع من قيمة مدينة الإنتاج هي مطروحة للنقاش. ممكن أقول حاجة حضرتك؟ اتفضل. معلش يعني حضرتك قلت انه ومرتين قلت انه بما يتفق مع قانون انشاء طبعاً. الشركة للمدينة. معلش اتفضل. انا كنت عندي طموح في حاجة تانية. ايه ان غير القانون؟ غير القانون. حضرتك الاستاذ علي ما هي بتكلم في الاجراءات بس انا ما رديتش. الاستاذ علي ما انا لسه كنت جاي على فكره هكملك والله. انا عايزك تقول لي لا انا انسف القوانين وغير القوانين واعمل القوانين اللي تحقق طموحي. هكملك وسهل التعقيدات والاجراءات كمان. هناك دعوه من السيد الرئيس بتذليل كل العقبات امام الاستثمار. الاستثمار في الاعلام. صحيح. في الاعلام ايا كان في الانتاج الدرامي او السينمائي او في انشاء القنوات او في الخدمات الاعلاميه ده شكل من اشكال الاستثمار يقبل عليه المستثمرين العرب والدوليين. انا بوعدك انه هنراجع القوانين سواء قوانين الخاصه بمدينه الانتاج او القوانين اللي هي من وزاره الاستثمار اللي لها مجلس اداره الواحد والمنطقه الحره ما قد يعوق. انا ما اعرفش ايه اللي معوق لغايه دلوقتي ما قد يعوق العمل. انا اوعدك ان هسعى اليه مع كل الجهات التي من الممكن ان تزيل هذه المعوقات من اجل فتح باب الاستثمار في الانتاج الاعلامي على مصراعي. يعني دي فرص عمل ده رقم واحد. ارباح ده رقم اثنين. قوة ناعمة رقم ثلاثة. استعادة الدور هو الدور مش سياسي بس. استعادة الدور المصري مش سياسي مش اقتصادي بالعكس. جزء كبير منه دور القوة الناعمة ان تعود مصر بقوتها انتاجيا في مجال السينما في مجال الدراما في مجال المعدات في مجال التعليم في مجال التدريب في مجال التكامل مع الكيانات الانتاجية العربية في المرحلة اللي جاية بإذن الله. شعارنا الشراكة وأنا بقول لك على هوا وأنا مسؤول. شعارنا في المرحلة اللي جاية في كل المشروعات القائمة على الأرض أو المشروعات الجديدة اللي هنعرضها على مجلس الإدارة عشان ناخد بيها موافقة عشان تحقق عائد عشان تنمو مواردنا نحن شركاء من أجل التنمية في مجال الإنتاج الإعلامي والدرامي والفني والسينمائي. طب شكل الشراكة يبقى إيه يا أستاذ؟ الشراكة دي حاجة من الاثنين. إما إنه مشروع بيكلف رأس مال فندخل بنسب او ان احنا ندخل بامكانياته هم برؤوس اموال او ان احنا ندخل بالامكانيات ورؤوس الاموال هم يسوقوا الشراكه كله حسب ما يتميز فيه. لما نقعد على الترابيزه مع الشركاء ونقول له انا عندي استديوهات وعندي فلوس وعندي كاميرات تسويق وعندي كوادر مين اللي هيسوق نقدر مين فندم لسه ده حسب امكانيه الشركاء. مين فينا معاه سيوله يدخل بفلوس ومين عنده دعم لوجستي يدخل بيه ومين عنده فكره في التسويق ومين عنده شبكه علاقات عامه للتسويق كله حسب ظروف الشريك. الهدف أن نقدم إنتاجا كبيرا أن نحقق أرباحا أن تعود المدينة بإذن الله لسابق عهدها. شراكة مصرية في المقام الأول ولا عربية؟ مصرية عربية. شراكة مصرية نشارك مع العاملين في مجال الإنتاج الإعلامي والسينمائي والبرامجي والمعدات والقنوات الخاصة المصرية والعربية بلا قيود. بلا قيود إلا إذا كان في قيود معوقة بإذن الله سنسعى لتذليلها بإذن الله. وجهاز السينما هيرجع مرة تانية؟ بإذن الله هينتج أفلام. أنا بوعدك أنه هينتج بإذن الله أفلام شبابية بمعنى شبابية أنه يعتمد على نص شبابي ومخرج شاب وممثلين شباب وتعرض في دور العرض التي تمتلكها المدينة بإذن الله يبقى لينا باع في الإنتاج السينمائي في الفترة اللي جاية بإذن الله. بإذن الله علشان تحقق أهداف شبابية برضه بإذن الله. طيب أنا برضو في سؤال مش عايز أفوته. الهيئة العامة للاستثمار مش تابعنا الهيئة واحدة انا عارف عشان ما ندخلناش في لا انا عارف هيئه الاستثمار بتدير المنطقه الحره. المنطقه الحره بالظبط او المناطق الحره اللي احنا واحده منها اللي انت واحده منها. طيب انا سؤال برضو لحضرتك بصفتك مش الوظيفيه بصفتك اعلامي في المقام الاول. الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره اللي بتدي صريح لمصنع الاسمنت ومصنع فحم ومصنع سيراميك اذا كانت داخل منطقه حره هتدي هي اللي هتدي موافقه لأعمال إعلامية أو محطات فضائية أو هي يعني أعتقد أن نحن في حاجة إلى كيان مؤسسي آخر ربما ينبثق من الهيئة العامة للإستثمار لكنه يكون معني ومتخصص حتى يتفهم لأنه دي طبيعة صناعة مختلفة عن بقية الصناعات. خليني أقول لحضرتك على حاجة. المنطقة الحرة التابعة لوزارة الإستثمار لها قوانينها اللي بتسري على كل المناطق الحرة. أعتقد أن القوانين المنظمة للعمل الإعلامي باعتباره مرن أكيد أكثر مرونة من المصانع صحيح. وغيرها. أنا ما أقدرش أفترض مسبقا أن هناك معوقات ولكن أنا بقول لك لو صادفتني معوقات سأسعى إلى تذليلها استنادا واحتماء بدعوة السيد الرئيس لتسجيل المعوقات أمام الاستثمار وخصوصا أن هناك إقبال غير مسبوق على العمل في مجال الإنتاج الإعلامي أيا كان إنشاء القنوات أو الإنتاج الدرامي أو إنتاج البرامجي أو إنتاج السينمائي أو حتى قطع الغيار وتوريد المواد. طيب غرفة صناعة التلفزيون اتعملت بعلم غرفة صناعة الإعلام اتعملت بعلم بين وزارة الصناعة والاستثمار أيوة. دلوقتي ده شيء قانوني يعني ده احنا خرجنا من المدينة ودخلنا على موضوع تاني احنا في حاجات كتير جدا احنا مش عايزين نسيب نقطة هشرح لحضرتك غرفة صناعة الاعلام
أي مجموعة مصالح، أي مجموعة مصالح لابد أن تشكل ما يسمى باللوبي، بمعنى أن جماعات الضغط السياسي تشكل لوبي، جماعات الضغط الاجتماعي تشكل لوبي، جماعات الضغط الاقتصادي تشكل لوبي. تمام. هذه جماعة أو هذه غرفة تحافظ على مصالح أصحاب القنوات ورؤوس الأموال، ده شكل من أشكال الحفاظ على رؤوس الأموال. تمام. فهمين؟ يعني تعبر عن مصالح مالكي القنوات الفضائية. ده يعملوا غرفة، يعملوا اتحاد، يعملوا كيان، طالما يحافظ على مصالحهم على كل طرف في العملية الإعلامية يحافظ على مصالحهم دون الإضرار بأي خالص. أطراف أخرى خالص. طيب أنا أعتقد أن إحنا حمنا حول مدينة الإنتاج الإعلامي في مشا. وأنت يعني لم تصل بعد، لم تجلس على كرسي المسؤولية ويعني في معرض حديثك قلت أن إذا وجدت مشاكل، إذا ارتأيت أن هناك معوقات، نقدرش أفترض سوء النية. بالتالي أنت في الإدارة لا تفترض سوء، لم تفتح الملفات بعد، فبالتالي لا نريد أن نفترض عليك. تحاول يا فندم أتحسس على الملفات إلى أن تجلس وترى الملفات وليكن لنا لقاء آخر. لكن الآن أنا خليني أقول لك، المدينة من 98 للنهاردة كم سنة؟ 15 سنة. إذا سلمنا أن هناك بعض المعوقات، وسلمنا أن هناك بعض المشاكل، وسلمنا أن هناك بعض الملفات التي تحتاج إلى إعادة تدوير، مش تتم بين يوم وليله يعني. صحيح. نستلم الملفات، ما لا يدرك كله. لدينا يدرك خطة. كله. صحيح. لدينا خطه قصيره الامد ومتوسطه وبعيده، وكل من يناسب هي قائمه على ملائمه الشخص للدور. يعني انت مش بتروح تختار الناس كده تبقى لانه شكله عجبك. حضرتك بتتكلم على قيادات يصلح ليها شخص. تمام. من يصلح لهذه المهمه هنشيله على راسنا. يعني انا تقريبا كده متفائل انه في حركه تغييرات. انا ما قلتش ان في حركه، انا متفائل براحتك. ان يعني هناك حركه تغييرات متوقعه. خلينا نقول لمقتضيات التغيير من اجل التغيير هو شعار بروباغندا. طيب. التغيير من اجل التغيير شعار للبروباغندا. طيب. انما التغيير من اجل المهمه، من اجل الملائمه، من اجل تنفيذ السياسات، هو ده الاساس. طيب استاذ علي ما ترهبنيش، انا لا ارهبك. انا هقول لك الفكره بتاعتي عشان الناس تفهم. مدينه الانتاج الاعلامي تم تاسيسها في 98 والنهارده احنا في 2014. سؤال بس الضمير الزعلي، هل حققت الغرض التي انشات من اجله بالشكل الصحيح؟ طبعا. يعني عشان لا نكون متجنيين، اولا وجود كيان اعلامي مصري بالشكل ده رقم واحد على الارض، هو انجاز، ده رقم واحد. رقم اتنين، حجم العاملين والمتعاملين مع مدينه الانتاج الاعلامي دي فرص عمل، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، ما انتج من خلال المدينة خلال الأعوام دي كلها أعمال أزيعت على الشاشات المصرية والشاشات العربية وساهمت في بقاء القوى الناعمة المصرية موجود. رقم ثلاثة ورقم أربعة، أن الاستثمار في الإعلام والقنوات الخاصة كان عايز بيئة مكانية حاضنة، هذه هي البيئة المكانية الحاضنة للمستثمرين في مجال الإعلام. لا ننكر أن لها دور قد يكون توقف، قد يكون تعسر، قد يكون تحرك ببطء. بإذن الله نطمع ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن يدفع سريعا الى الدور المنوط بيه باذن الله. حضرتك قلت العاملين والمتعاملين. بالزبط. العاملين في مدينه الانتاج الاعلامي كانوا وقت استضافه السيد عصام الامير رئيس الاتحاد، بعتوا له مباشره من مدينه الانتاج وقالوا ان هم تعبوا جدا 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 من القيادات التي لا تتغير، فوجودك ده بارقة امل ليهم جدا، وخايفين من المستقبل طبعا لان هم تعودوا على الخوف. ولكن لو حبيت تطمنهم وكل العاملين في مدينة الانتاج الاعلامي اللي التقطوا الانفاس، اللي حسوا انه فجأة الحمد لله الاماني ممكنة وفي قيادة شابة ممكن تكون قريبة ليهم والافكار، تطمنهم ازاي؟ ما نقدرش نقول ان هم خايفين من قيادة او القيادة لا تخيف. لا هم خايفين على مستقبلهم. القيادة لا تخيف. خليني أقول لك على حاجة. تمام. مفيش حد ربنا خلقه بيحب يفشل. صحيح. يعني أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أنجح، أن أوفق. علي أن أجتهد وأن أشتغل على نفسي وأن أستشير وأن أفكر وأنه حاجات كتيرة قوي. أنا مش هشتغل لوحدي. المهمة المكلفين بها في مدينة الإنتاج هي مهمتي أنا ومجلس الإدارة وجميع العاملين، وأنا وعدك على الهواء أنه مفيش عامل في ورشة أنا مش هروح. اوعدهم هم. انا بوعدهم مفيش عامل في ورشه مش هقعد جنبه واقول له خطتنا دورك فيها كذا، ما تقلقش خالص. واما فيما يتعلق بالمستقبل وهو في يد الله، انا بقول له اللي جاي افضل باذن الله. الاستاذ علي بيطمئن كل العاملين في مدينه الانتاج الاعلامي والمتعاملين ان هناك خطه عمل جديده جاهزه وجاهزه ان شاء الله، واعتقد انها سوف تدفع الامور في مسارات صحيحه. دي خطه لينا كلنا، بمعنى هي ليست مسؤولية رئيس مجلس الإدارة ولا مجلس الإدارة، هي مسؤولية جميع العاملين في شراكة. بس القائد هو اللي بيحرك. لدينا مهمة. القائد هو اللي بيحرك. لدينا مهمة رقم واحد. ولدينا أهداف ننشدها، ولدينا طموحات
أرجو أن احنا نتعاون مع بعض، لأنه مفيش وقت، الوقت القادم هو وقت عمل أن نعمل عشان نكسب، عشان نفضل، عشان نربح، عشان أوضاعنا تتحسن بإذن الله، عشان نرجع قوتنا النعمة إن شاء الله يفهم. طيب بتهيألي كفاية كده، هنتكلم في المدينة ونروح بقى للسعال الإعلامي ونتكلم على أهم نقطة بتثير جدل أو أثارت جدل في الشارع الإعلامي، وهو المجلس الوطني للإعلام. أنت قريب من الأحداث، قريب من صناعة القرار، وأنت إعلامي في المقام الأول. حدثني عن المجلس الوطني للإعلام، رؤيتك ليه، شكله، توقعاتك، وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع من خلال كلماته بسرعة إنشاء هذا المجلس. نتكلم بصراحة؟ آه، خلينا نقول أن احنا عايزين نتفق على إيه هو المجلس الوطني للإعلام، بمعنى أنه في اختلافات كثيرة على مفهوم المجلس الوطني. هو إيه؟ إيه الكيان؟ مين يبقى فيه؟ يمارس دوره فين؟ علاقته بالسلطة؟ احنا لم نتفق على، في ناس بيقولوا أنه بديل لوزارة الإعلام، بس هو مش بديل لوزارة الإعلام. في ناس بيقولوا أنه بديل لمجلس الأمة، بس هو مش بديل لمجلس الأمة. هو مجلس قومي ينظم ويشرف على عملية الإعلام في جمهورية مصر العربية، الإعلام الرسمي والإعلام الخاص، الإعلام المسموع، المقروء، الإلكتروني، المطبوع، كل ده. فلابد أن تتفق الجماعة الإعلامية، الأخوة العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والصحفي، لابد أن يجلسوا ويتفقوا على ماهية المجلس الوطني. إيه هو؟ رقم واحد، دوره، تمويله، آلية ممارسة الدور، مواصفات العضو. وطبعا يسبق المجلس الوطني نقابتين، نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين، اللي إن شاء الله في طورها للتنفيذ بإذن الله بتوافق مجتمعي. لأنه المجلس الوطني في كل الدول اللي سبقتنا، في تجربة فرنسا، في تجربة تشيك، في تجربة ألمانيا، بيعمل أربع حاجة: بيصدر ترخيصات أو الترددات، بيراجع ما يسمى بالسياسات التحريرية ومدونات السلوك، بيعين الكوادر ويعزلها، بيتابع الأداء الإعلامي ووضع العقوب، حضرتك خرجت عن مسارك يلفت نظرك يوقفها وتفر، يعني بعيدا عن سلب الحرية، بعيدا عن سلب الحرية، في فرق بين التصويب وتقييد حرية الرأي. صحيح. هذه هي فكرة المجالس الوطنية للإعلام في كل الدول. هل نتفق، هل هو ده نفس المجلس بتاعنا، ولا عايزين مجلس بمواصفات أخرى؟ نتفق على الجماعة الإعلامية. طب هل أنت متوقع أن الجماعة الإعلامية تتفق؟ في نقاش مجتمعي دلوقتي بين فصائل كثيرة من الجماعة الإعلامية، النقاش في داخل الجماعة الصحفية، داخل الجماعة الإعلامية المرئية والمسموعة، داخل الجماعة الإعلامية المعنية بالإعلام الإلكتروني باعتباره المستقبل. أعتقد أنه في خلال هذه الأيام بتتمحور فكرة ماهية المجلس الوطني. هو إيه؟ هو بديل لحد ولا هو كيان لوحده؟ أيوة. بس إحنا لما نصل لده بعد الخطوات التالية ستأتي. طب أنت قلت إيه هو المجلس الوطني؟ مين هم اللي المفروض يبقوا أعضاء المجلس؟ والله مواصفات العضو. أيوة. في شباب؟ يعني غالباً. طبعاً مفيش حاجة في الدولة ما يبقاش فيها شباب. تمام. يعني دي فلسفة. خلينا أقول لك ماهية العضو. لما كنا بنشكل مجلس الأمة عندنا كان بيتم على شبه المحصصة، يعني عضو للمرأة وعضو للطفل وعضو لجهة كذا، لا نغفل حقوق كل هذه الجهات المجتمعية. صحيح. ولكن لابد أن يقوم المجلس الوطني من أساسه من الجماعة الإعلامية، هي التي تفهم ماهية صناعة الإعلام، هي التي تفهم يعني احتكار إعلاني، هي التي تفهم صناعة الأخبار، هي التي تفهم مواثيق الشرف، هي التي تفهم حريات التعبير، تدفق المعلومات. كل دي لابد أن تكون المجلس الوطني مش على محاصصة مجتمعية بقدر ما هو على يعتمد على جماعة إعلامية هي تمارس العمل الإعلامي، هي تعلم خلفيات ومفردات العمل الإعلامي، ومن ثم تستطيع أن تشرف، هي عملية إشرافية، وتنظم المنظومة الإعلامية المصرية بشكل قومي يعلي من قيمة الأمن القومي لمصر، ويعلي من قيمة مصالح الجماعة الإعلامية، ويحافظ على حرية التعبير اللي كفلها الدستور ولا تراجع. طب حضرتك راضي، عفوا يا أشرف، حضرتك راضي عن المنظومة، يعني منظومة الإعلام المصري دلوقتي في الوقت الحالي، ولا ليك بعض الاعتراضات، ليك آراء مختلفة؟ لا، خليني أقول لك على حاجة، إنه إحنا بعد 25 يناير عندنا انفلات في المشهد الإعلامي، مش محدش ينكر أن هناك انفلات في المشهد الإعلامي. انفلات في أنهي مشهد إعلامي؟ المشهد الإعلامي الخاص بشكل ولا كبير. ما انا مش عايز اقول انه فيهم عشان ما لا احيز، وانا رايح جهه جزء منها كبير فبيشتغل في الاعلام الخاص. الانفلات من مجموعه من الاعلاميين، ممكن يبقوا في الجزء قليل في الاعلام الرسمي، وممكن يبقى جزء كبير في الاعلام الخاص، فيما يسمى باحتكار لانتاج الاخبار، احتكار لانتاج الدراما، احتكار للاعلانات، لحاجات كتير. ده برضو في المشهد الاعلامي ما يصحش. فيما يسمى بالمسؤوليه المجتمعيه للاعلام، الاعلام المفروض يبقى امين على عمومته. المسؤوليه المجتمعيه دي انه ضمير الاعلامي هو الرقيب عليه، لا ميثاق الشرع
الشرف ولا المجلس الوطني، محتاجين أن نفعل ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام أنك مسؤول أمام من تخاطب يعني. طيب. فدي مسألة. حضرتك شاركت في المجلس الوطني أيام المجلس العسكري؟ أنا بشارك في الجلسات. في الجلسات. طيب. اعترضت على حاجات معينة، وقفت مثلا. كلنا بنتفق على لا دع البطولة، كلنا بنتفق أن لدينا انفلات، لدينا تجاوز، لدينا ميل إلى الاحتكار، لدينا حاجة ماسة إلى سياسة تحرية، إلى مدونة سلوك، إلى ميثاق شرف، إلى مجلس وطني، إلى نقابات. كلنا بنتفق على ده، وكل الجماعة العلمية مقر على ده، ولا يدعي أحد إنه هو صاحب الفكرة. طيب حضرتك قلت في معرض حديثك أيضا، وتتكلم على تجارب الدول الأخرى، إن من ضمن مهام المجلس الوطني مراجعة مدونة السلوك. كلمة مهمة جدا مش عايز أفوتها يعني، لأنه إحنا ده بيرتبط بلماذا بتقوله حضرتك، بتقوله إن عندي انفلات رهيب خلال السنوات الثلاثة الماضية من كثير من الإعلاميين وكثير من المحطات الفضائية التي ربما يعني تودي بمصالح البلد نفسها. طيب إزاي المجلس الوطني هنقدر يصنع مدونة سلوك والناس تلتزم بيها ونسوقها، وفي الآخر المحاسبة مين اللي هيحاسب؟ المجلس الوطني لما يطلع ده هيبقى مشروع قومي، يعني جهاز قومي اتفقت عليه الجماعة الإعلامية ولم يفرض عليه، ده واحد. المجلس القومي للإعلام أو المجلس الوطني هيبقى ليه أدوار، دور زي ما قلت حضرتك جزء منها من متابعة الأداء الإعلامي. يعني أخطأت أنا أو أخطأت حضرتك، يعني أخطأت يعني خرجت بره ميثاق الشرف، إلا هيتحط بمعرفة الجماعة الإعلامية أو بمدونة السلوك أو السياسة التحرية، إلا هتحطها الجماعة الإعلامية. إحنا هنحط مجموعة من القواعد وهنشارك في صناعة المجلس الوطني، وهو اللي هيراقب أدائنا. فلما نخرج عمل الأداء بإرادتنا هنبقى حاطين آليات 1 2 3 وآليات المحاسبة. وآليات المحاسبة ألفت نظره، ولا أقول له أنت خرجت عن الخط، ولا أقول له كفاية عليك كده، ولا اقول لك اخرج من، لان احنا وضعنا مجموعه من القيم سنلتزم بيها اتفقنا عليها. بس تمام. احنا سمعنا في الفتره اللي فاتت، بما ان حضرتك ذكرت ان في مناقشات، سمعنا ان في اجتماعات حدثت ما بين مجموعه من الاتحاد، مجموعه من القيادات، مجموعه من القنوات الخاصه، ممثلين للقنوات الخاصه حول المجلس. وايضا كمان عايزه يعني نربط ما بين حاجتين، اختيارك لرئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وأيضا اللواء أحمد أنيس للنايل سيت. هل دي خطة مواجهة مسبقة قبل إنشاء المجلس؟ أولا الاختيار يسأل عنه الأستاذ عصام الأمير المشرف العام على وزارة الإعلام ورئيس الاتحاد، يعني طيب. لا أتدخل في اختياراته. طيب. وهو يسأل فيه وأنا ما أقدرش أقوله لا، هو أداني أوردر أنا بنفذ، ده رقم واحد. أتمنى أن نعمل لصالح المساهمين في المدينة، ده رقم اتنين. إحنا عايزين اختيار صراحة. اختيار سيادة اللواء أحمد أنيس يرجع للأستاذ عصام الأمير المشرف على الوزارة ورئيس الاتحاد. إنما خلينا أقولك ما يحدث من مباحثات هو جهود إيجابية للجماعة الإعلامية. كتير ناس كتير جدا في الجماعة الصحفية والجماعة الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون والأخوة في المعاهد وكليات الإعلام بيجتهدوا في من أجل توضيح ملامح المجلس الوطني. هذه هي جهود إيجابية للوصول إلى صيغة توافقية للمجلس الوطني. هي جهود محمومة، لا في جهة أصدرت أوردر بأن نقعد، ولا احنا بنقعد بناء على خيارات ولا انتماءات خالص، احنا بنقعد طمعا في الوصول. طب واحنا امتى هنشوف المجلس الوطني؟ ما صدر من تكليف، ما صدر من تكليف، ما امر به السيد الرئيس انه يتمنى ظهور المجلس الوطني للاعلام وميثاق شرف تضعه الجماعه الاعلاميه بشكل، هذا يعتبر تكليف للاعلاميين. فاحنا كلنا اشتغلنا في الاطار ده، بنسعى الى التوافق حوالين مفهوم المجلس الوطني واعضائه وممارسه دوره وتمويله واستقلاليته، ومن ثم ندخل في المرحله التاليه الهيئه الوطنيه للصحافه. ده مين مكلف بقى الجماعه الاعلاميه؟ ده شغل محدش مكلف بشخص. معلش، الرئيس اصدر امنياته او تعليماته للجماعه الاعلاميه. خليها امنياته. الامنيات دي انا واحد من الاعلاميين وحضرتك واحد من الاعلاميين ومياده من الاعلاميين. انت ما حضرتش فانت زعلان؟ لا مش خالص اطلاقا. لا انا بقول مين هيعمل ايه؟ ما هو لازم حد يبدا يشتغل. اكتبع. لانه انا كمان خايف من حاجه زعلي، انه يبقى في صراع ما بين القطاع الخاص في تكوينه وفي من يمثله داخل المجلس والقطاع المملوك للدوله. يعني انا اقول لك ان الدستور لازم يكون فيه، الدستور نص على اطلاق المجلس الوطني، ونص على هيئتين للمؤسسات الحكوميه الصحفيه والاذاعه والتلفزيون، المادتين لم يذكروا القطاع الخاص. خلي بالك يعني دي اشكاليه موجوده. فالقنوات الخاصه يبدو انها هيبقى ليها تعامل مع المجلس الوطني، ليها فرع، ليها اليه، ليها يعني ما زلنا في هذا النقاش. يعني الدستور اغفل القطاع الخاص. الدستور نص في مادتين او في 3 مواده على انشاء المجلس الوطني والهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون. تمام. بس لم يذكر القنوات الخاصه والاعلام الالكتروني رغم انه ليه نقابه موجود. فاحنا النقاش دلوقتي اللي داير ما بين الجماعه الاعلاميه جزء من اتحاد الاذاعه والتلفزيون وزملاء من القطاع الخاص. وخلينا نتكلم بلاش القطاع الخاص والرسمي. احنا اولا هو اعلام مصري بجناحيه.
يعني خلينا نقول انها منظومه اعلاميه، جزء منها استثماري او خاص، وجزء منها حكومي. بس في خدمي وفي استثماري، في خدمي وفي استثماري، ودي رؤيه ودي رؤيه، وفي موجه. والله خلينا اقول لك، انا خايف ده يا استاذ علي، انا خايف ومرعوب، والمواطن المصري خايف، لانه في استثمارات وفي اموال بتضخ في سوق الاعلام المصري لتوجيه الراي العام المصري في اتجاهات محدده، وحضرتك تعلم يعني هذا. فبالتالي يعني احنا الحوار اللي داير دلوقتي هو تنظيم المشهد الاعلامي. تنظيمه يبدا بالمجلس الوطني والهيئتين والنقابتين وميثاق الشرف. اعتقد ان كل ده هيبقى قاعد لمتابعه هذا المشهد، ومفيش مخاوف بعد الجماعه العلميه تتفق على ده بنفسها. الجماعه العلميه تتفق، الجماعه الاعلاميه تتفق، هو كل الاعلاميين المصري، النقابه كل الاعلاميين حتى الان هناك اختلافات وخلافات، خلافات القائمه على النقابه، خلافات شكليه في لجنه للتوافق، واحنا بصدد اختلافات كلها على مين يبقى عضو ومين ما يبقاش عضو ومين منتسب ومين عامل. هي خلافات مع الظرف الضاغط. اقول لك الظرف الضاغط، الحاجه الماسه لظهور نقابه الاعلاميين من اجل وضع ميثاق شرف من اجل متابعته تستدعي انه على كل المتناحرين على النقابه ان يتفقوا. طب هو ليه، وانا بقول لك هنتفق ليه دايما بيبقى في فرق، وليه دايما بيبقى في تجميعات كده؟ يعني دلوقتي في ثلاث نقابات وفرق كتيره جدا، ثلاث مشاريع، مش نقابات، ثلاث مشاريع. الدستور نص على ان لكل جماعه مهنيه نقابه واحده. تمام. علينا ان نتفق سواء جهتين او ثلاثه او اربعه على ان يكون النقابة. إيه؟ النقابه مصلحه للعاملين، النقابه في اساسها مصلحه للعاملين، كيف نختلف على مصلحه؟ لابد ان نتفق. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، انت بتقول مصلحه للعاملين، ليه فجاه كده الناس شعرت بالمصلحه، وليه فجاه في صراع على الموضوع ده؟ أنا أقول لك يعني احنا نفسنا مش بنحس ان هي للمصلحه. مع اقرار الدستور ومع الغاء الوزاره ومع الحاجه لضبط المشهد الاعلامي ومع السعي للتكتلات من الجانب من كل الجوانب لصداره المشهد الاعلامي، كان لابد بدلا من الاستحواذ ينبغي الاتفاق، كان لابد من ظهور نقابة. النقابات في كل دول العالم هي المسؤولة عن مصالح أعضائها، هي المسؤولة عن متابعة موثيق الشرف، هي اللي تقدر تقول لمين غلط ومين ما غلطش. يعني نقابة الصحفيين دلوقتي هي اللي بتتدخل في سياق في انه فلان كتب صح او غلط، تحيز او لم تحيز. طب انا ممكن أسألك سؤال، لا لا. اسألك سؤال بسيط جدا واعتبرني ان انا مش فاهمة اي حاجة. النقابة هي مسؤولة عن مين؟ مش النقابة هي مسؤولة عن اعضائها يا فندم، اعضائها اللي هم يعني لو قلنا اللي بيعملوا في الاعلام المصري الرسمي والخاص، الرسمي والخاص. بس حضرتك قلت الرسمي قبل الخاص. لا ليه؟ عشان انا بنتمي للاعلام الرسمي بس. تمام. اعتبريه خطا. ليه الصراع دايما اللي ظاهر قوي على المشهد انه كل اللي بيشتغلوا في القنوات الخاصه واللي بيتصدروا الاعلام الخاص؟ 80% من العاملين في القنوات الخاصه ابناء مزبيرو على فكره، 80% من كوادر القنوات الخاصه. طب وليه هم بقى بيسيطروا؟ 20% زملاء. يعني زملاء يتدرب عندنا، هم اللي عايزين يسيطروا. نعم. 20% هم اللي عايزين يسيطروا. ده مفهوم، ده ما يسمى باسكاء نار الفتنه. يعني الاعلام المصري مشهد واحد، الاعلام المصري بشقيه، الاعلام الاستثماري او الخاص او المستقل، والاعلام الذي تموله الدوله. وعلى فكره لما يطلع المجلس الوطني هيبقى اعلام مستقل، ان الدستور نص على كده، فهيبقى اعلام مستقل بشقيه. التنموي مستقل، مفترض انه مستقل، يعني مفترض انه مستقل في ادارته وتمويله، مفترض تماما يعني. فخلينا نقول ان المشهد الاعلامي هناك من يشعل نار الفتنه في موضوع المجلس وفي موضوع النقابه وفي موضوعات اخرى، ولكن الجماعه الاعلاميه بهدف ايه فتنه؟ اللي يظل الخلاف ما بين الاعلام الخاص والاعلام الرسمي. بهدف ايه؟ بهدف ان يظل هناك خلاف. يعني خلاف من اجل خلاف من اجل الخلاف. يعني يظل ايه في خلاف من اجل إيه؟ حضرتك لو خرجت معايا ودخلت قناه خاصه هتلاقي، ما انا بقول لك 80% من زمايلك من هنا في اجازات. يعني وفي النهايه زميل مهنه. اشمعنى ده مش بنشوفه في الصحف، في الصحف المستقله والصحف الحكوميه؟ يعني مش بنشوفه قوي. مش اولى ان الاتحاد هو بقى اللي يكون بيعمل النقابه؟ بنعمل يا فندم علشان يرجع الشباب اللي حضرتك بتقول خلي بالك ان هم في القنوات الخاصه، مساله انه حد خرج عشان ينمي دخله او ان هو مستريح لشغله في حته تانية، او يمارس حقه القانوني انه ياخد اجازه، او يمارس حقه في قانون، ما نقدرش نقول لحد ما تروحش. فهماني ولا لا؟ تمام. انما احنا انا بقول لك انه ليس هناك خلاف مع القطاع الخاص. القطاع الخاص انا بقول لك 80% من كوادره اولاد مزجيره، وال20% زمايلنا بداوا في المحطات الخاصه، وهتضمنا نقابه ومجلس وطني مع بعض باذن الله، وهتنطلق مسيره الاعلام بشكل تكاملي. طب احنا تحملنا خساره كابناء مزبيرو لما القطاع الخاص وقف في العقد اللي كان ما بين مزبيرو وما بين احدى القنوات الخاصه اللي كان ممكن يكون فيه استفاده لابناء مزبيرو؟ يعني في حرب فعلا. انا مش يعني ليس لدي معلومات عن هذا العقد. ويسال فيه الاستاذ عصام الامير. حضرتك دبلوماسي. نعم فندم. حضرتك دبلوماسي قوي.
بحاول يا فندم يكون معاك كده، لانه غالبا لقاءات الهواء فيها توريط، انا بتجنب التوريط. احنا هنقدر يعني انا اقدر تماما انك انت ابن هذه المؤسسه الرسميه وبتتشرف بذلك وبتشرف بذلك، وفي نفس الوقت بتنطلق في رحله ندعو لك بالتوفيق مع غالبيه القطاع الخاص، فانا اتفهم موضوع التوازن. لكن انا عايز اروح معاك لمنطقه تانية. النقابه بتدافع عن اعضائها او بتتحدث بلسان اعضائها اللي هم الجماعه الاعلاميه. طيب الدوله في ظل الدستور اللي قال ان الاعلام يبقى مستقل، لسان الدوله اللي بيدافع عن الدوله، يعني دلوقتي في اللحظه الراهنه الدوله اتخذت سلسله من الاجراءات الاقتصاديه الصعبه جدا، محتاجين من يشرح هذا للمواطن. بعد ما يتعامل الاعلام الرسمي شغال في ده على فكره، الاذاعه المصريه بتقدم شروحات والتلفزيون بيقدم شروحات والصحف القوميه بتقدم شروحات، لازم انت لا انا بتكلم على ما سيكون من استقلال بالمفهوم اللي الناس متخيله. مين هيتكلم بلسان الدوله ومين هيشرح للدوله؟ كان الاستقلال في الموارد والاستقلال الاداري لا يعني التخلي عن الدوله، يعني ايه؟ في فرق انك تاخد توجيه ويبقى عندك ما يسمى بالحس الوطني. دعم الدوله ودعم الامن القومي ودعم الفئات ودعم المصالح العليا للوطن هيبقى من خلال المسؤوليه المجتمعيه للاعلام ايا كان خاص او رسمي، كلنا مسؤولون امام هذا الوطن. انسى بعض حالات الانفلات، وانسى بعض حالات الاستحواذ، وانسى بعض حالات الاحتكار. المشهد يتم تنقيته حاليا. بس انسى ازاي؟ ده كان المشهد يتم تنقيته. كان فلسفه الاداء الاعلامي خلال السنوات الماضيه كله يا اما منحاز لنظام حاكم، مش للدوله على فكره، انا منحاز للدوله واطلب من كل اعلامي انحاز لبلده، منحاز للوطن، للوطن الوطن. لكن انا مش بنحاز لنظام حاكم ايا كان، لمسؤول ايا كان. خالص لما بنتكلم على مصر بنتكلم على 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 مصر الوطن، بنتكلم ما بنتكلمش على نظام، بنتكلم على دوله، دولة بحدودها بسادتها بأمنها القومي بنسيجها الاجتماعي بثوابتها بثقافتها بروادها. لا تقبل حيادة يا أستاذ علي، لا تقبل حيادة، لا تقبل المساس. صحيح. صحيح. لا تقبل المساس. صحيح. وده اللي بقول لك اللي يتضمنه ميثاق الشرف، ودي من غير مواثيق شرف في المسؤوليه المجتمعيه اللي بيمارس بيها الاعلام العالمي دور. انت مسؤول عن حمايه هذا البلد، مسؤول عن تعبير عن طموحاته عن تطلعاته، ان تكون امين عليه. فدي دي مساله لا تدون في ورق، هي مسؤولية أنا وحضرتك وكل العاملين في مجال الإعلام، نبحث عن التوافق ولا نبحث عن الخلاف. تمام. مسألة إنه كان في لغط في المشهد في السنين اللي عدوا، طب هو لغط في مجال في حقل الإعلام بس، ما في حقول أخرى في مؤسسات أخرى. بس الإعلام هو حجر الزاوية وهو رأس الحربة لخطورة التأثير. صحيح. لخطورة التأثير الجماعة الإعلامية تعكف بجد وبنهم وبحب على أن يستقر المشهد الإعلامي. يمكن حضرتك تعرضت إلى التجميد في فترة من الفترات، وناس كتير جدا من قطاع القنوات المتخصصة كان نفسها جدا جدا ان انت تستمر معاها، وكانت حاسة جدا بمجهوداتك فيها. حاسس بحزن ان انت سايب ماسبيرو، وتحديدا بقى قطاع القنوات المتخصصة اللي انت بتنتمي ليه واللي هم كمان منتمين ليك قوي، ورايح المدينة. أنا شرفت بالانتماء لقطاع القنوات الإقليمية سنوات كثيرة، ولو قلنا قطاع التلفزيون ككل، وشرفت بالعمل في قطاع التلفزيون نائبا ورئيسا للقناة الثانية، وشرفت بالعمل كرئيس لقطاع القنوات المتخصصة، وشرفت بالعمل مستشارا لرئيس الاتحاد. وموقع جديد لمصلحة مصر ده رقم واحد، ولمصلحة المستثمرين أو المساهمين في المدينة، والمستثمر الأكبر فيهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون. طيب احنا عايزين، أنا عايزة أقول باسم كل أبناء ماسبيرو، احنا يشرفنا إن أحد أبناء ماسبيرو يكون في منصب مهم، خاصة لو كان لمصلحة البلد. احنا بنقول لك ألف مبروك، وأنا اسمح لي أن أنا أوجهها لك باسم كل أبناء ماسبيرو. بس عايزة أقول لك أن أنت ذكرت أكتر من مرة أنه المدينة هي شركة، وأكيد الشركات بتهدف إلى الربح في المقام الأول. عايزينك ما تنساش الربح، عايزينك ما تنساش الإعلام الوطني، وما يكونش فيه انحياز للإعلام الخاص. عقب. لأن إحنا عندنا أمل كبير جدا. اسمحي لي أعقب طبعا. لما أقول شركة ولما أقول مصالح المساهمين، بس في الكونتنت في رساله. تمام. في رساله للدوله، ورساله للوطن، ورساله للاعلام المصري. وانا يعني انا استحلفك الا يعني تترك الرساله تفلت وتتفلت بين يديك امام ضغوط المساهمين وامام ضغوط احكام السوق. مسؤول قدام حضرتك وقدام وطني وقدام ضميري ان نشتغل لمصلحه البلد باذن الله، ولمصلحة المساهمين أيضا والعاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتسمع عنها أخبار كويسة إن شاء الله. بنشكرك وربنا يعينك، وألف مبروك على المنصب الجديد. وإحنا بنشكرك مرتين، مرة لجهودك مع نادي العاصمة، وعايز كلمة لنادي العاصمة قبل ما نشكرك على تشريفك لنا، وقبل ما نقول لك
انطلق الى الامام ويعني مصحوب بالدعوة. نادي العاصمة برنامج في فترة وجيزة اصبح لي مكان في منظومة الاعلام الرسمي المصري على قناة الفضائية، القناة المصرية اللي هي بتعبر عن صوت مصر. مش تحس بقيمة الفضائية لما تخرج بره، بندور عليها في وسط المحطات وبنبقى مستعدين ننزل في فنادق بعينها فيها القناة الفضائية المصرية. أتمنى أنها تبقى موجودة في كل الأماكن اللي بيزورها المصريين لأنها صوت مصر، وأتمنى أن تعمل من أجل تسويق مصر، بمعنى أن تسوقها سياسيا واجتماعيا وثقافيا واستثماريا وسياحيا، لأنها صوت مصر الوحيد إلى العالم. ورب بالتوفيق للقائمين عليها وكل الزملاء في الإعلام الرسمي. احنا بنشكرك جدا، نورتنا ودعواتنا ليك إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، استنونا إن شاء الله الخميس الجاي وحلقة جديدة ونادي العاصمة. تصبح على خير.